السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كوزينتي انا وعروستي. اليوم عروستي ان شاء الله هدي لكم لي ميني تارت او سيترون. دوك نروحوا نشوفوا الكيفيه معاها. الحاجه الاولى ان شاء الله راح نبداو بلا كريم باش نحطوها تبرد تجمدنا مليح. من بعد باش نديروا لاباط ونكملوا لي زيتاب الاخرين ان شاء الله. واش راح نديروا؟ نديروا كاس تاع الماء، كاس تاع القارص، عندنا 2 صفار بيض و2 بيضات كاملين، عندنا 125 غرام تاع سكر كريستاليزي، عندنا ملعقه تاع اكل معمره فارينه نغربلوها نجوزوها في الباسوار، عندنا 50 غرام تاع الزبده نخلوها هي الاخرى كامل مع مبشور الليمون تاني نخلوه هو الاخر حتى تعقد لنا لا كريم. من بعد نديرو الزبده ومبشور الليمون موراها. واش نبداو؟ الحاجه الاولى نحطو الماء. بسم الله، نبداو بالماء. هو الاول، هو الاولاني. نديرو الكاس تاع القارص، الكيل تاع الماء هو الكيل تاع القارص، نغسلو 3 حبيبات تاع القارص مليح، نشفوهم نعصروهم نجوزوهم في الصفايه، من بعد نفرغوهم هنا في الكسرونه. واش راح نديرو؟ راح نديرو زوج حبات تاع البيض كاملين. هاكي فاش ديري هاكي هكا، ونديرو 2 صفار. دونك عندنا زوج صفار تاع البيض وزوج بيضات كاملين. كاملين هنا لا كريم تاعنا سهله بالبزاف. علاش؟ خاطر حنديرو كلش بارد في بارد، نخلطوها ندوها لفوق النار ونطيبوها بتي فو وشان ما يحبسوش من التحرك. نقعدو نحركو نحركو حتى تتقال ونتحصلوا على اون كريم شابه هكا. دوك واش راح نزيدو؟ نديرو لها 125 غرام تاع السكر كريستاليزي هكا ونخلطو مليح. هاكا نحركو حتى نحلو البيض مليح في الجو تاع السيترون والماء. والماء دوك واش نديرو؟ نديرو الفارينه. قلت لكم كنت جوزتها في الغربال، غربلتها اون كويغا سوب، يعني في الميزان تجينا واحد 25 غرام. هذيك هي المغرف الكبيره اون جينيرال دير 25 غرام. 25 غرام نزيدو نحطوها هاكا، ندخلوها مليح بلو فوي، ندوها فوق النار. فوق النار ما نحوش يدنا، نقعدو نحركو هكا كيما راني حتى نشوفو لا كريم بدات شويه تتقال. من بعد غير تتقال لنا وتولي يولي وجهها شباب، رايحين نرمو لها الزبده هي الاولى، ندخلوها مليح. من بعد لو زيس دو سيترون صافي. باش نقولو لهم بلي بالك وتنحو يدكم من الكاسرونه، سينو البيض هذاك اللي يطيب لكم. هذه هي، هذه هي باش نتحصلوا على اون كريم شابه ويكون وجهها شباب وتكون ليش يعني رطبه. هاي لك بعد ما تقالت لنا. هاي دوك واش نديرو؟ نديرو لها الزبده. الزبده ما نحطوهاش على خطره، نحطوها على زوج خطرات ولا 3 خطرات، يعني غير بالعقل هاكا ندخلوها. لازم تجي هكذا، تجي ليش ما تجيش محبه ولا هايداك. دوك تزيد تبرد تزيد تجمد تجمد وتشد روحها بيان. هاي اللي دخلنا الزبده الاولى، دوك نزيدو الثانيه. هنا الزبده قلنا 50 غرام هكا، نحركو حتى ندوبوها مليح. هكا باش تعطينا ود شباب وليس. من بعد كي تجمد راح تزيد تشد روحها تولي لنا كي الخبزه. ومن بعد نوريكم كيفاش تخدموها قبل ما نحطوها في لي فون دو تارت تاعنا. هكا ديروا لها دوك ان بابي فيلم. هكا دوك واش نديرو؟ نفرغو في بول تاع الزجاج، نغطيها بالبابي فيلم كونتاكت جوست معاها. فريجيدار ولا حبيتو غير كنتو مزروب نحطوها في الكونجيلاتور واحد الاون اور ولا تشد روحها بيان تبرد. انا بالعاني عمرتها هكا باش لو بابي فيلم يجي جوست معاها. ميم ديرو لو بابي فيلم باش ما يديرش هذيك لا كروت من الفوق. يعطينا الصحة هكا. اوب هاي ليك هكا. دوك انا واش ندير؟ نديها
الفريجيدار باش تبرد لي وتجمد لي مليح، ومن بعد ان شاء الله نديرو لاباط. دوك نديرو لاباط ان شاء الله. امينه راح توجدي لاباط. داكوغ، دوك واش نديرو؟ عندنا 125 غرام تاع لا مارغارين، عندنا 60 غرام تاع سكر غلاس كيف كيف جوزناه في الصفايه نغربلو، عندنا الفارينه حتى تنضم لنا اون بات طريه، واحد صفار بيضه، عندنا قريصه تاع الملح والغبره الفانيلا. واش نديرو؟ نبداو بلا مارغارين هي الاولى. انا هنا حندير غير بيدي، ما عندنا لا باتور لا بيترام، سهله تخدموها تمتم. نديرو لها سكر غلاس كنت غربلتو، واش نديرو؟ نخلطو سكر غلاس مع لا مارغارين. يعني دو بريفيرونس لا مارغارين يجبدوها عاد بكري من الفريجيدار باش تكون طريه، باش تكون سهله درجه حراره الغرفه. فوالا هاي ليك طريه، ندخلوها مليح في سكر غلاس. هنا غير بيديكم، يعني ماشي حاجه واعره، سهله وما فيهاش بزاف لي زانغريديون. درنا الزبده مع السكر، انا نخدمو فيهم. انا ننصحهم على لوفيغ ما يديروش لاباط لا لوفيغ باسكو ديفورمي لهم لو فون دو تارت يسو ديفورم، صادير ديفورم شويه. انا يعني حنا ما نديروش لا فارين. هذه هي دوك واش ندير؟ ندير الصفار تاع البيضه، هكا دوكا القريصه تاع الملح. القريصه تاع الملح دائما نديروها مع البيض دو بريفيرونس، الملح للطب خير باش ما يكونش لا باسكو حنديروا به لاباط. هكا ونكهو شويه بلا فاني اون بودغ. على بالكم وين يكون البيض لازم نكهو بلا فاني. عطيك الفرينه وي هكا. شوفوا كي تحصلنا على خليط كريمي كي البوماده. على خليط كريمي كوم اون كريم. دوك واش نديرو؟ نبداو نضيفو في الفرينه غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه كيما يقولوا تدريجيا. تدريجيا فوالا فوالا. نروحو غير بشويه. البنات دائما نقولكم لاباط سابلي العجينه المرمله دي جايه اسمها العجينه المرمله تنطم غير بصبعتين، ما تتعجلش، ما نعجنوهاش وما ندلكوهاش. علاش؟ خاطرش نخرجوا العلك تاع الفرينه راهي رايحه تفسد لنا لاباط. مام تجي يابسه ومن بعد تطيب تجي يابسه. هذه هي شوفوا انا راني غير بصبعتي هاي مخصوصه نزيد لها. في الكور كي نقول يا بنات البنات يقولوا لا غير مدام دير لهم عندك الحق يا بنات، نقول لهم شوفوا انا في دار ولادي نعيط لهم يا دراري يا تفطروا. وفي الكور يا البنات كي يكونوا البنات مطمومين ايا يا البنات هذه هي. دراري يقولوا لي احنا رجال وتحيطينا يا دراري، نقول لهم معليش. هكا حتى نتحصل حنا كملنا طمينا لاباط. هاي لك كيفاش جات الله يبارك طريه جات هايله. دوك واش نديرو؟ نروحو نوجدو لي فون دو تارت. فوالا داكو حنا هام لي كليمول تاعنا اللي خيرناهم، وانتوما كيما تحبوا يبقى هذا الاختيار ليكم باسكو كاينهم يتباعوا في المحلات بزاف انواع واشكال. واش ندير؟ انا دائما نحب ندير لهم رشه خفيفه تاع الفارينه، هما نورمالمون ما يلصقوش لاباط هذه ما تلصقش. صح انتوما باش تخدموا الاز. انا واش ندير؟ نحكم اون بول هكا توجور نخدم، نقول لهم نخدم هكا كيفاش نقولوا قوقعه بالعجينه هاي ليك. شنو هي قوقعه؟ كي نقولوا نصف دائره، دومي سفير. دومي سفير دومي سفير هاي ليك نصف دائره تخدميها بيدك هكا وتحطيها في لو فون تاع لو مول. علاش؟ باش نخرجوا كاع من نفس اللي يكون الداخل باش ما يجوناش هذوك الحفرات. يعطينا الصحه هكا توجور بهذا الصباع هاي ليك شويه في لافارين. حنا لاباط تاعنا راهي طريه شابه، من بعد نحو نديرو هكا يا بيديهم يا من بالموس يقدروا ينحيوهم فاسيلمون. يا ما كاش كيما خدمت لي ماما، تجي سهله وتعرفي واش كي تخدمي. هاولي كي النفس ما كانش لو فون راهو لاصق في لو فون تاع المول تاعنا هاي ليك. ها تجي خدمه شابه. دوك واش نديرو حنا لهنا المول؟ نبيكيوه غير هكا ابل وكي نكملوهم راح نحطوهم في الكونجيلاتور.
نخلوهم واحد 10 مينوت حتى ان كار دو في الكونجيلاتور يشدوا روحهم مليح. من بعد واش نديرو؟ نقطعو دي بتي كاري تاع الالومنيوم نحطوه هنا في لو فون تاع العجينه وهي بيان كونجولي، نديرو لها شويه لوبيا ولا عدس حميصة يعني حاجه ثقيله، ميم الحجر هذوك صغار دي فوا تاع الصحه تاع الرمل. من بعد ندخلوهم في الفور 180 اللي نكونوا سخناه من قبل واحد 10 دقائق، سخناه واحد 10 دقائق من قبل، نحطوهم يطيبوا. من بعد نحولهم الالومنيوم منهم ونخلوهم يحمروا شويه باش يولوا دوغي شبان. دوك انا واش راح نهضر لكم على القارص، ها هو لو زيست دو سيترون هذا اللي كنتو تشوفوا فيه. انا نقول لكم كيفاش تجمدوا لو زيست دو سيترون، يعني قشور القارص. واش تحكموا حبات القارص توصلوهم مليح، تنشفوهم، تجوزوهم، تنقيوهم كيما نقيو التينه بالموس نورمال. هذاك القشور تاع القارص ديروه في لو غوبو تاع 1 2 3 هذاك اللي نرحيو فيه اللوز، ارحيوه فيه كامل. ومن بعد ديروا فيه تبسي كبير ولا سنيوه صغيره ولا فرشوه كامل زربعوه، خلوه واحد ربع ساعه حتى نص ساعه كلي ينشف. دايوغ تشوفوه وحده راه يتزربع، ومن بعد كي تشوفوه تزربع ونشف شويه تما ديروه في بواط، بواطه تاع البلاستيك ولا تاع الزجاج ولا واش عندكم، وديروه في الكونجيلاتور. هذا عام كامل ما يفسد لكمش، انا على العام وانا مخبيه لو زيست دو سيترون. دونك تجوزو في الغوبو ترحيو نيمبورت كيل غوبو اللي عندكم، مهم يرحي مليح. ومن بعد هكاك حطوه في سنيوه ولا في تبسي، زربعوه مليح وخلوه ينشف كما قلنا ربع ساعه حتى نص ساعه هكذاك. اكو وحده تشوفوه بلي تزربع وحده، تما ديروه يا في ان ساشيون بلاستيك ولا بواطه ولا بلاره تاع الزجاج ولا واش كان، ديروه في الكونجيلاتور. كي تسحقوا جبدوا عام كامل ما يفسد لكمش. دايوغ هاكي شتي امينه يقعد على حاله، نخدموا به الموسكوتشو الكيك كلش، مام المخبز مقرط اللوز لي كوم كلش نديرو به لي كوموند على العام، يعني نخدموا به طول العام. دونك خير هكذايا تخبيوه وتصيبوه خير ما تشريوه ب 50 و 60 الف الكيلو في زمان الصيف يكون غالي كيما دوكا رمضان يحتاجوه الشربات يحتاجوه. فوالا هذه حبيت ننصحكم على لو زيست دو سيترون، هذه هي القشور تاع القارص لي كيفاش تستحفظوا به. دوك واش نديرو؟ نكملو لي مول تاعنا ومن بعد نولو ليهم ان شاء الله. هامليك نحيتهم الكونجيلاتور، لا بات راهي جامده، درت لهم هكا البابي دالمينيوم، اللوبيا حطيتهم في سنيوه. انا الفوق تاعي كنت سخنته من قبل، اه درتو 180، دوك نحطهم يطيبوا. دوك نديرو لاموس. لاموس تاعنا واش لازمنا؟ لازمنا 100 غرام تاع غبرة شونتيي، عندنا 80 غرام تاع عصير الليمون طبيعي، يعني راه متوفر في المحلات، 0% سكر يجي مر، رايحين به نطلعو لاموس علاش خاطش غبرة شونتيي تاعنا حلوة، تسمى لازم نطلعو بالعصير اللي يكون مر. عندنا 100 غرام لا بودر شونتيي، عندنا 80 غرام عصير ليمون طبيعي، عندنا ملعقه تاع اكل لا كريم فريش 35% تاع العلب تجي شويه شاده روحها، عندنا مبشور الليمون. هنا مبشور الليمون لا كريم تاعنا حتى تبرد كي نجبدوها رايحين نديروا لها لو زيس دو سيترون باش تقعد البنه خير، يعطينا الصحه خاطر كي تكون لا كريم سخونه رايحه تولي بالمروريه، تطلق شويه المروريه هذه هي. ومن بعد ان شاء الله كي نديروا لو مونتاج تاع لي تارت او سيترون تاعنا رايحه نزيد نكه شويه من الفوق لاموس بمبشور ليمون، يعني جوست على جال لو ديكور وباش تعطينا هذيك البنه. وحنا الحاجه الاولى باش نبداو لا بودر دو شانتي، غبره الشانتي هذه هي. سيو خذوا من النوعيه الجيده، النوعيه اللي تكون مليحه. هذا عاودي فهميهم مليح امينه على هذا، سيتباع في المحلات في لي سوبيغات، يسمى شغل الليموناد كيما لي جو، هذا بلا سكر برك يعطينا الصحه. هذا 0% سكر ويجي مر. نبداو بهم هنا هاي لك لاموس طلعت لنا شابه. دوك حنا واش نديرو؟ نعمرو لابوش تاعنا لو طون لي راهم يبردونا لي فون دو تارت تاعنا. انا واش قلت؟ قلت نديرو شربات ان شاء الله لرمضان، سهله سهله نقولو ما فيهاش لي زانغريديون بزاف، واش البنه بنينه الله يبارك ان شاء الله. واش عندنا؟ عندنا كيلا تاع السكر كريستاليزي، كيلا تاع الحليب، كيلا تاع القارص. هنا الكيلا تاع القارص خدات لي 3 حبات من الكبار،
كنت نحيت لو زاز تاعهم هاوليك القشور تاع القارص هذه هي عصرتهم خرجوا لي قيس كاس كاس نفس الكيل يعني تاع السكر هو تاع الحليب. انا الحاجه الاولى باش انا رايحه نبدا حنبدا بالكيله تاع السكر هكا. هذه الكيسان يعني متوفرين في كل بيت ما كانش دار ما فيهاش هذه الكيسان. دو فاصون الكاس اللي كيلو به ان بول ولا كاس ولا بول ولا واش كان اللي كيلو به كملوا به هذه كيما يحبوا الكونتيتي. كاين اللي يحب يدير 3 تري 3 على خطره كاين اللي يدوبلي ولا يتريبلي صح. هذه هي انا واش نديرها ندير لها الكيله تاع الماء ندير لها لو زيست دو سيترون مبشور تاع الليمون هاوليك واش نديرو نبدا بهم هما الاولين. انا علاش بديت بالماء والسكر باش السكر يدوبلي قلت الا خلطت السكر مع القارص ماهوش رايح يدوب ماشي ما يدوبلكش مليح صح هايلك. انا واش درنا كي حسينا باللي السكر داب نعاودو نفتحوه واش نديرولو الكيله تاع الحليب هكا نزيدو له كيله تاع الماء علاش باش من بعد كي نديرو الكيله تاع القارص ما يدورناش الحليب. حنا هنا الكيلات تاع الماء لازم تحسبو من الاول كنا درنا كيله هذه الثانيه لازم لنا 5 كيلات تاع الماء باش تخرج لنا الشربات سوا سوا ماشي حلوه بزاف ماشي صامطه وتجي في لو كو بنينه هايلك. دوكا نزيدو القارص صافي درنا كاس تاع الماء درنا كاس تاع السكر القشور تاع القارص كاس تاع الحليب. حنا الحاجه الاولى واش درنا درنا الكاس تاع السكر درنا له مبشور الليمون والكاس تاع الماء خبطناهم هما الاولين خفقناهم هما الاولين من بعد زدنا الكاس تاع الحليب والكاس تاع الماء واحد اخر قلنا باش كي نديرو الكاس تاع القارص ما يدورناش الحليب صافي. هنا رانا دايرين زوج كيسان تاع الماء بقاو لنا 3 كيسان تاع الماء. انا نزيد نخفق هادو ما جيدا من بعد رايح نزيد الماء نزيد عادي الكاس الثالث الرابع والخامس صافي مازالنا 3 كيسان مازالوا لنا 3 كيسان تاع الماء. بعد ما خلطنا هادوك المكونات كامل واش درنا زدنا زوج كيسان تاع الماء هذا الثالث هادو ما الاخرانيين هكا زين نخلطهم مليح من بعد نصفيوهم. هذه هي الشربات تاعنا راهي واجده نحطوها تبرد دائما نوجدوها 3 سوايع زوج سوايع قبل تبرد المغرب نحطوها تبرد مليح ومن بعد نقدموها فوق البنينه باسكو فيها القارص وتمسح القلب مور الماكله. هذه هي وتجي خفيفه وما فيهاش المكونات اللي ماشي مليحه بعد انا لاسيد سيتريك لي شويه انا شو كونط يعني انا كل واحد كيما يحب صح انا كيما لاسيد ولي برودوي شيميك ينقصهم الكولوران فيها وكلش جو بريفير ناتورال هكا يعني ما دابينا حوايج طبيعيه يعني اللي ما تضرش بالصحه ان شاء الله. هاي لك شربات تاعنا بعد ما صفيناها مملون هاي يجي شباب من بعد واش نديرو نديرو لي ترونش تاع القارص نحطوهم لداخل نغلفوها بابي فيل ونحطوها تبرد. هاد الجو ما يجيه لا نعناع لا والو نهار اخر ان شاء الله رانا نديرو لهم لي جو اللي فيهم القارص والنعناع. النعناع مليح ثاني حاجه منعشه لرمضان ان شاء الله. مامي الا كان شويه الحال سخون في الصيف ولا يعني ويكون بارد يتشرب ما شاء الله. هكا دوك حنا نغلفوه بابي فيل نحطوه في فريجيدار زوج سوايع ثلاثه ان شاء الله من بعد نقدموه. دوكا نوجدي لهم لي تارتوليت كيفاش ديكوريهم نروحو نديرو لو مونتاج ان شاء الله. ان شاء الله هم لي فون دو تارت تاعنا شوفوا كيفاش طابو دوغي شبان هم ليك ما طلعوش ما فسدوش ما فسدوش شوفوا كيفاش ما جاش الهواء وهم الداخل واش نديرو نحطو الفون تاعنا هنا لا كريم او سيترون تاعنا كنت بردتها درت لها لو زيت دو سيترون دخلتها غير بالعقل المغرفه من بعد عمرتها هنا في لابوش باش تجينا الخدمه نقيقيه. نعمر لي فون تاعي جات خفيفه كي تشوفوا فيها جات هايله ليس دوكا لاموس اللي طلعناها انا نتاعي نحبها معمره اكثر بلاك كريم و سيترون هاي
يا خي. كل واحد كيفاش يحب، اللي يحب حاجه نديرها له ما كاش مشكل. هاي لك درنا لا كريم لا موس، وكنديروا طرونش تاع القارص باش يبانوا اللي هو سيترون، وهنا رشه خفيفه تاع لو زيست هذا جوست بور لو ديكور. لو ديكور كيما يحبوا يا ديكوري، هنا لو ديكور او شوا كل واحد كيفاش يحب، كاش يحب ديكوري. هادي هي حنا الشربات تاعنا راهي تبرد، لي تارتو سيترون تاعنا هاملك. كملي كملي عمريهم كامل ان شاء الله، ونمروا لهم لهم واجدين ان شاء الله. ان شاء الله لي تارت اللي درناهم مع بعض راهم قدامكم، راكو تشوفوا فيهم خرجوا هايلين. فوالا لي تارت او سيترون، يعني لي تارتليت او سيترون هكذايا. وهذه الشربات تاني هايله، يعني صدقوني دقتها هايله بالبزاف. دونك حنا واش نقولوا، ان شاء الله يجربوهم وينجحوا فيهم ويكونوا تبعوا الوصفه، يعني ايتاب باغ ايتاب هاملك. ان شاء الله يجربوهم في رمضان، يدخل علينا بالصحه ولهنا ان شاء الله راهو على الابواب سهرة رمضان يجو هايلين صح ان شاء الله. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله.